Welcome back. معكم هنسة فرح سعيد من قسم إدارة الأعمال في كلية الكويت التقنية. اليوم موضوعنا شلون تعدون برزنتيشن مميز. أول شيء وأهم شيء لازم تكونون فاهمين المحتوى اللي قاعد تقدمونه عشان لما تلقون البرزنتيشن تلقونها بثقة. ثاني شيء لما تعدون البرزنتيشن حاولوا تخلونه فن. لا تكثرون بالكلام بالبرزنتيشن نفسه، حاولوا تضيفون فيديوز وصور، أشياء تخلي المستمع يستمتع بالبرزنتيشن. وثالث شيء لما تعدون البرزنتيشن نفسه حاولوا أنكم تضيفون فقرة تفاعل بينكم بين المستمع عشان تأكدون أنكم ما تخسرون تركيزه وعشان يتذكر البرزنتيشن اللي قاعد تقدمونه. ومن أهم الأشياء أنكم تتدربون، حاولوا تتدربون على البرزنتيشن قبل موعد إلقاء البرزنتيشن، قعدوا مع أصدقائكم مع عائلتكم، خلي يعطونكم الفيدباك عشان تحسنون من طريقة إلقائكم. ويوم البرزنتيشن لما تلقون البرزنتيشن حاولوا أن توصلون مبكر عشان تأكدون أن كل شيء يشتغل وتتفادون أي تكنيكال ديفيكولتي ممكن يصير يوم البرزنتيشن. ويوم البرزنتيشن حاولوا أن تنوعون بنبرة صوتكم عشان ما تخسرون المستمع، لا تكونوا مونوتون، علوا صوتكم بالنقاط المهمة. وآخر شيء وأهم شيء enjoy it, try to enjoy the presentation, استمتعوا بالإلقاء. كل ما استمتعتوا أكثر وأنتم تلقون البرزنتيشن كل ما المستمع يستمتع أكثر باستماعكم. وهذا كان موضوعنا اليوم، شلون تعدون برزنتيشن مميز. أتمنى أنكم استفدتم من الفيديو. شكرا لمتابعتكم.